ده خليفه قفشه وشه كله سعاده هو بيتكلم، دي حقيقه. انا باركت لك من حوالي شهر على الانستجرام يا كابتن على انضمامك للاهلي، ما كانش لسه انضم للاهلي. قفشه كلام كتير وكلام مهم، ولكن اخيرا رساله بتوجهها لجمهور النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. بص للكاميرا وقول اللي انت عايزه. لا والله يا كابتن، يعني بص انا بشكر كل واحد ساندني، كل واحد من جمهور الاهلي كان نفسه ان انا ابقى موجود هنا. الحمد لله حققت حلمي وبقيت في النادي الاهلي، واتمنى يا رب اسعدهم واحقق مع زمايلي ومع اللعيبه ومع الفرقه كلها بطولات، واسعد كل الجمهور والناس تبقى مبسوطه مني، ويا رب كده اتالق دايما وابقى مبسوط عشان الناس تبقى مبسوطه. اتمنى لك يا رب كل التوفيق يا محمد، ويعني بالتوفيق. ابتداء من بكره هيكون الموضوع مختلف تماما، هتلاقي وش تاني وامور تانيه وتمرين تاني. ربنا يوفقك، وان شاء الله ان شاء الله يظل دائما جمهور النادي الاهلي وسنده وظهره وسندك وظهرك ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن من خلال وجودك في الملعب ان شاء الله. يا كابتن ربنا يخليك، مبسوط جدا اللي كنت مع حضرتك والله. يعني انا مبسوط بيك جدا والله العظيم. ربنا يخليك يا كابتن، شكرا لحضرتك.